50 مليون دولار بيدفعوا من الناس كتيره جدا في العالم ده عشان يبداوا يتعلموا مهارات جديده وياخدوا الكورسات ويطوروا من نفسهم ويعرفوا العالم رايح لفين. حد استغرب الرقم؟ حد استغرب الرقم؟ مين استغرب الرقم؟ اقول لك على حاجه، ده كان لغايه 2018، يعني ما كانش لسه ظهر كوفيد 19 والعالم اتشقلب والدنيا خلاص رايحه في الانترنت والكلام ده. تارجتهم او التوقعات بتاعتهم ايه؟ التوقعات بتاعتهم ان في 2025 مبيعاتهم هتكون يوميا هتكسر المليار دولار. حد فاهم حاجه؟ عارف ده معناه ايه؟ معناه ان احنا ماشيين مش في الاتجاه الصح، احنا ماشيين في الاتجاه اصح الاصح. اللي الناس لسه بتكتشفه احنا شغالينه بقالنا فتره. الناس لسه هتعمله احنا بقالنا فتره شغالين عليه. طيب احنا بيجي عقلنا كده، طب انا واحد من الناس الكاركتر وانا كعلاء منتل او انا يعني بشكل عقلاني انا اتطورت بشكل كبير جدا جدا. يعني مش انا الشخص ده من 10 سنين. اللي حصل ايه؟ هي روح بس كل حاجه اتغيرت حوالينا. كل حاجه اتغيرت. ما فكرش كده. ما كانش عندي اهداف كبيره. كانش عندي فيجن. كان عندي عيوب نفسيه كبيره جدا جدا اول ما دخلت الشغل ده. كنت بكتب. ويعني دي كانت اكتر يعني من اكتر الحاجات اللي انا واجهتها في الشغل ده في الاول، ان انا لما كنت بلاقي واحد مثلا طالع على سيرش بقول ازاي واقف قدام العدد كله بيتكلم. في حاجه غلط، انا اصلا قاعد ورا مستخبي عشان محدش يشوفني، انا بتكسف جدا، حتى اصحابي اللي حواليا انا المصاحب اللي انا اعرفه بس، لكن الناس الثانيه لا ماليش شغف ان انا اطلع على الستيج واتكلم قدام الناس، ده صعب جدا بالنسبه لي وكان حاجز كبير جدا بالنسبه لي، واكيد في ناس هنا بتفكر بالطريقه دي، يعني انا دلوقتي قربت قال لي ايه؟ اتاك المايك، قلت لك ممكن تتكلم؟ صح؟ لا انت احمد، انا عارف انا اسم احمد، تمام؟ هتحس انك متوتر، ولكن باريرز او حواجز كتيره جدا بتتكسر في الشغل ده. اتفقنا معاك على ايه؟ في حد مختلف في ان احنا كلنا متجمعين عشان ننجح؟ يعني في حد مثلا زهقان قاعد في البيت بقاله كتير فمل فقال لك اجي احضر التدريب ده عشان ما هوش حاجه بنا؟ اكيد لا، زعل يا جماعه، اكيد لا. كلنا ايه؟ كلنا متجمعين ان احنا كلنا عندنا اهداف. ايوه الاهداف نسبيه وبتختلف من واحد للتاني. واحد يقول لك انا ممكن انا نفسي اركب عربيه فيرن، واحد يقول لك انا نفسي اركب عربيه بي ام دبليو، واحد تاني يقول مش عايز اركب عربيه، انا نفسي اشتري شقه تمليك، واحد تاني يقول لك ممكن نفسي عندي حساب في البنك، نفسي اطلع والدي عمره، نفسي اطلع والدتي مش عارف تعمل عمره او تحج. كل واحد عنده اهداف بشكل. واحد تالت بقى ودول ما اكثرهم نفسي اتجوز، ولو اتجوزت هبطل الشغل ده. نفسي ابقى خلاص هتجوز بس. كل واحد عنده هدف وهدف مختلف، ولكن في الاخر احنا كلنا عايزين ننجح. كلمة السر اللي بتضمن لكل الناس اللي بتخش الشغل ده النجاح، الكلمة اللي معتادة اللي انت بتسمعها كتير اسمها يا فندم السيستم، النظام. يعني ايه نظام؟ ده نظام متبع محطوط من عشرات السنين على ايدي الناس اللي بتشتغل البيان ده بقالهم اكتر من 30-40 سنة، بيعملوا اكتر من مليون دولار في الشهر من البزنس ده. سهلوا لك الموضوع، لخصوا الموضوع، يعني انت رايح وهم ايه؟ وهم راجعين. اقول لك لو التزمت بالسيستم ده، لو التزمت بالسيستم ده غمض عينك خلاص، اشتغلت من دماغك، احتمالية نجاحك هتكون صعبة. مش هقول لك هتخسر، مش هتكسب ومش هتخسر، ان في الاخر الشغلانه دي زيرو ريسك. اتفقنا بالسيستم على ايه؟ في ثلاث حاجات المطلوب منك انت ايه تعملهم. واحد، هنشتغل مع بعض ساعتين ثلاثه كل يوم. اثنين، هنحضر التدريبات. ثلاثه، الامبلمنتيشن او التطبيق اللي احنا هنطبق. اه لا يا جماعه صح. بص هسالك سؤال، هنشتغل ساعتين ثلاثه كل يوم، تدي لنفسك كام من 10 فيهم؟ يعني انت بالشغل ده بقالك قد ايه؟ شهر مثلا، شهرين، ثلاث شهور. تدي لنفسك كام من 10 فيهم؟ هل انت من ساعه ما دخلت الشغل في ال 30 يوم اللي انت دخلت فيهم الشغل ده بتشتغل كل يوم ساعتين ثلاثه بدون انقطاع؟ ادي نفسك درجه، ما تقوليش عليها، ادي نفسك درجه. هل؟ اثنين، التدريبات. حضور التدريبات.
اللي هو ايه التدريبات؟ يعني واحد من ضمن التدريبات اللي انت موجود فيها دلوقتي تدي لنفسك كمان 10. يعني مثلا انا النهارده في وجوه اول مره اشوفها، يمكن عشان النهارده معانا في اي بي جيست، فده معناه ان هو جاي عشان في اي بي جيست مش جاي عشان التريننج ده، ده هو مجبر ان هو يحضره. تدي لنفسك كام من 10 في حضور التدريبات؟ 3. تطبيق. تدي لنفسك كام من 10 في التطبيق؟ يعني انت بتطبق الكلام اللي انت فعلا بتتعلمه ولا يعني مثلا سمعت من الابلاين بتاعك تريننج عن الانفايتنج البروسبكتنج، ازاي تعرف تعمل مكالمات وتتكلم عن جنس ازاي؟ هل بتطبق بالحذافير اللي انت علمته ولا بتشتغل برضو ايه؟ بتشتغل من دماغك؟ برضه تدي لنفسك كام من 10؟ سو هتلاقي في الاخر، هتلاقي في الاخر الوضع اللي انت فيه تستحقه. حلو وعشان انت ايه؟ جايب سكور عالي. مش حلو واحسن حاجه، مش حلو قوي، هتلاقي عشان انت برضه ايه؟ انت في الاخر عندك نسبه تقصير. انت شايف ان انت وحش عشان انت اوريدي وحش في ايه؟ في اللي احنا اتفقنا عليه. هل يا جماعة الكلام ده بتعرفه لما بتخش الشغل ولا